انا واخوي بن محمد نروح بيتكم نختبش من ابوك. يعني خلاص صارت الصجيه؟ ان شاء الله. عاد توني قاعد اكلم الوالد عشان يخطب لي. يقول لا تطولها، قول من هي؟ هاجر بنت خالتي. انا متاكده عندك شيء وتخشين علي. لاحقه بتعرفين؟ هذه لك. تفضل. ليش 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 كلفتي على عمرك؟ شفتها وعجبتني وحسيتها لايقه عليك قلت اجيبها لك. ما حد دق عليك اليوم قال بيزورها؟ انت بنت خالي اليوم ما ادري ايش فيك. اختك بيبي مخطوبه. اي مخطوبه. على البركه. الا ما سمعت عن بيبي. بيبي؟ يقولون بتتزوج. بنتك كشفت خطتك لاني راح اشتكي عليك وراح ابهدلك بالمحاكم، ما راح اسكت. فاهمة شو اللي قاعد يصير، معلقني ولا أدري شو السالفة. رد علي قول لي أي شيء. هذا وأنت ريال عود وفاهم. تكفى عيالش خليت حق الياهل. بيبي ترى أبوك كل يوم يسألني إيش قالت بيبي وإيش ردت بيبي. ما صارت عاد هذا التفكير. ما أدري ليش ما أحس إنها نسيت السالفة. تبين الصج؟ إي والله إني نسيت. مالي خلق هالموضوع وشايلته من بالي أصلاً، مو فاضي أفكر فيه. إي بس ما يصير يا يما، عيب. يعني الريال كل ما شاف أبوك وهو طالع من الصلاة يسأله. لا تفشلين أبوك عاد. بيني وبينك أنا 95% رافضة الموضوع، مو فاضية مو فاضية. وش اللي شاغلك بالله؟ دوامي، بنتي، وايد اشياء يما، ايش فيك؟ حلوه هذه. شنقول حق الريال؟ نسيت ترد لنا خبر؟ شو الحكي عاد؟ بيبي ترى هي مو مساله رياضيات، يا عيالة. ايه؟ قولي يا يما ردي لنا خبر، ترى الريال ما يتطوف. خلاص يما، ترى وايد اعطينا الموضوع اكبر من حجمه. كلموه وقولوا له خلينا نشوف نصيبه مع احد ثاني. زين يما، زوجوني انا. إذا أنتوا تقولون إنه هو ولد فلوس حلال وكذي، ليش أتزوج واحد وأقعد أنطر ديون وأقساط وبدل أجار؟ أنتِ ما تعرفين تنشعمين؟ الحين هذا يزاتي، يزاتي أنا بنقذك من الموقف وبضحي بمستقبلي. بدور وقتها قشمرة؟ يما خلاص قاعد قشمر، إيش فيك؟ إيش فيكم صايرين شبريت؟ ما تتحملون شيء، ضحكوا ضحكوا. ما أدري إيش أقول لك. أنا يمكن خفت من تهديد طلال. رفضت الزواج من اللي أهلي يبونه.
أو يمكن تعودت على الحرية اللي أنا فيها. أو تكون أنت واحد من الأسباب. أنا؟ ما أدري إيش قاعد أقول. لحظة لا تقولي شيء. أنا ما أقدر إن أنا مأثر عليك هالكثر. بيبي أنا ما أحب أوقف نصيب أحد ولا أقطع نصيب أحد. بس ما أقدر أخش مشاعري يعني، أنا وايد مستانس إن أنا السبب من أسباب رفضك الزواج. ترى ولا غير الموضوع. لا ما نغير الموضوع. بيبي أنت شيء وايد مهم بحياتي. صرتي شيء ما أقدر أفارقه صدق، جزء مني. أنت صرت أقرب لي من نفسي. أكثر شخص يعرف عني كل شيء. ولما أكلمك أحس إني قاعد أكلم نفسي. بدر أنت ما تدري أنت شنو بالنسبة لي. ولا ادري ليش ناطره مني وايد اشياء. واكثر شيء ناطرته مني موضوع الزواج. ترى الموضوع قاعد يدور ببالي قاعد افكر فيه. احس من وقته. كل شيء بوقته. انا مو مستعيله. ويمكن انت لك اسبابك. طبعا لي اسباب. انت مو متهيئ للزواج؟ بسألك سؤال له يمكن اول مره اسألك اياه. تسألي؟ انت ايش كثر صار لك منفصل عن زوجتك؟ سنه. تقريباً 8 شهور. زين، لا تستغرب من اللي بسأله. تشتاق لها؟ لا، تشتاق لها أصلاً. ما أفكر فيها شيء راح انتهى. أنا الشيء اللي يروح ما رد أفكر فيه مرة ثانية. بيبي شلون اشتاق لها؟ شلون؟ هذا مكتبي معك المهندس بدر، تفضلي. شو هالجمال؟ سعاد لا توترني، ترى ما اعرف ارد على كلام حلو. في حلوين كذي؟ احب الحياه وايد. احب الموسيقى. احب اغني، احب كل شيء حلو. وبيبي. حيل احبك. احبك وايد ولا تحرميني منك. لا تغيبين عني هالكثر. بيبي بدي منك تحكي لي عن بدر. تحكي لي ليش بتحبيه؟ شو يلي شدك لإله؟ كيف بدر قدر ياخذ من قلبك شيء؟ قلبك اللي لساته ما طاب من جرحه الاول. بدر تصدقين ساعات احس اني ما اعرف شلون اوصفها. ساعات احس انه ما في زود عن غيره. بس احس انه هو جاي من عالم ثاني. عالم غير، شخص غريب. ما أدري الدنيا وين كانت خشت عني. بدر بسيط بس مو شخص عادي. متواضع بس بنفس الوقت عنده ثقة كبيرة بنفسه. طيب حنون قلبه كبير. تعرفين الإحساس اللي يجيلك كذي إن الشخص اللي قدامك عنده كل مفاتيحك، فكرك، قلبك، عقلك، بس بنفس الوقت هو ما يعرفك. لغز صح؟ مين قالك إنه الحب مو لغز؟ الحب لغز. في ناس حلت هاللغز وقدرت تستمتع فيه، وفي ناس ما قدرت تحل هذا اللغز وضاعت فيه. وانت خايفة تضيعي فيه صح؟ يا بيبي مو غلط ابدا انه الانسان يعطي حاله فرصة لأحلى مشاعر بهاي الدنيا ويعطي حاله مجال انه يحب. الحب شو؟ الحب مشاعر سامية راقي
بيخلينا نعيش أحلى لحظات حياتنا، بيخلينا دائماً حاسين إنه طايرين بالهواء. بس أنا بدي أسألك سؤال وبدي منك تكوني صريحة بإجابته. حبك لبدر بتقارني بحبك لطلال جوزك الأولاني أبو بنتك؟ حبك الأول صدقيني إذا جاوبتيني وكنتي صريحة رح نعرف إذا هذا الحب بيسوى ولا ما بيسوى نكمل فيه. حب البدر كلش ما يقارن بحب الطلال. أنا قبل كنت أفكر إن أنا حب الطلال هو الحب الصح، بس كنت غلطانة، كنت وايد غلطانة. الحب الصح هو بدر، هو حب العمر، حب حياتي، هو الحب اللي أنا كنت ناطرته طول هالسنين. حب الطلال كان كذبة، والحمد لله أني صحيت منها. والله ما أدري يعني هاجر راح تقبل فيني ولا لا. أخاف تقول إنها تعتبرني نفس أخوها. يعني ليش؟ أنا شنو فيني عشان ما تقبل فيني؟ حاولت بكل طريقة إني أبين لها اهتمامي فيها، بس ما أدري حاسة ولا لا. هي شايفتني كزوج ولا لا؟ زين يمكن في أحد شاغل قلبها، يمكن هي بعلاقة بأحد غيري. والله ما أدري، عقل مشوش وما أدري هالخطوة اللي خذيتها صح ولا لا. يا رب طمن قلبي وارزقني اللي ببالي يا رب. ليش ما قاعد ترد علي؟ هاجر قصري حسك. ليش ما قاعد ترد؟ مو هني نتفاهم. عيل وين تفاهم؟ شايف كم مرة أنا داق عليك ودزت لك مسجات؟ ليش ما قاعد ترد علي؟ يا مينونة قصري حسك، طلعي برا نتفاهم، ما نقدر نسولف هني. لا بنتفاهم هني. يا بنت الحلال استغفر الله العظيم. يبا طلعي برا الحين لاحقك يلا. كذاب، هذه مو أول مرة تكذب علي فيها. يبا ما تكذب عليك يلا روحي أنا لاحقك بخطوتين يلا. اطلع قبلي. يبا طلعي انا لاحقك الحين يلا لا احد يشوفنا بس. خواف. تفضل. كودال شلونك اخبارك؟ تمام الحمد لله. عسى ما شربه، صار لك كم يوم ما نشوفك ولا مريت المكتب تسلمين وتسولفين في شيء؟ وليش امر المكتب؟ اخاف تفهمني غلط. انا فهمت غلط؟ ليش قصدك؟ يعني تقول هذه رايحه وراده على المكتب، يمكن قاطه نفسها علي. لا 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 دار الله حداك، ما اسمح لك تقولين هالكلام. لا انت قاطه نفسك ولا شيء، يبا انت عزيزه وغاليه. بعدين كان جاي المكتب اسولف عندك، يعني انا قطويها عليك؟ انا اسفه ما كنت اقصد اني اسولف. لا ما عندك سالفه ولا شيء، يبا انت على العين وعلى الراس الله يهداك. ايش رايك نشرب قهوه مع بعض؟ لو انك زعلتيني بهالكلام هذا بس يلا عشانك نشرب قهوه. شنو قهوتك؟ وياك نفسك. نفسي؟ ايه اوكي. حسفت نيت. خلينا نتفاهم. ضاري انا بذلت نفسي وانا دق عليك. بذلت نفسي وانا قاعد اسال عنك. جيت لي بيتكم غصب وسحبتك عشان تسولف معاي. انت ما تبيني. شوفي ترى انا كل ما جيت اكحلها عميتها، وكل ما كنت اقول ان انا سويت شيء صح اطلع مسوي شيء غلط. وانا غلطه صح؟ هذا اللي تبي تقوله؟ تبقى
تذكرين يوم قلتي لي إن يمكن أنت حبيت الشخص الخطأ؟ ترى معاش حق، حبيت الشخص الخطأ في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. أنا مضطر أسافر بروحي، وأنتي شوفي نصيبك. هذا كل اللي أقدر أقوله. أنا ما كنت أرد على تليفوناتك لأن ما عندي شيء أقوله. بعد شوي طيارتي، قدمت الحجز. بعد؟ يعني فوق ما أن أنت ما قاعد ترد على اتصالاتي، هم كنت ناوي تسافر بدون لا تقول لي؟ ظاري يعني أنا لو مو جاية بالصدفة بيتكم وشايفتك وأنت طالع وتشالتك غصب، شرحت أم أنا على وجهي ما أدري شو السالفة؟ ظاري إيش فيك علي؟ شو اللي تغير؟ شو اللي صار مني اللي خلاك كذي تقلب؟ كل اللي أقدر أقوله شوفي حياتك وأنا أشوفك على خير. تعالي، المطار يسافر ولا بعده ما راح المطار؟ شكله راح المطار. زين ايش في كذي مشى ما سلم على احد؟ ما ادري، طلع معتفس، طلع ما سلم على احد. ليش ايش صاير؟ شكلك ما تدرين عن شيء. بدور لا تنرفزيني، انت قاعده بهالبيت تدورين علوم اللي رايح واللي راد، تحت شيء. عمي ظاهري وهجور يحبون بعض. هجور بنت خالتي؟ كذابه. وليش اكذب؟ يا تهني تبجبج يا هو طخخها ومشوا اثنينهم مع بعض. زين محمد؟ حبيبي محمد كاسر خاطري، يحبها وهي ولا درت عنها ودارة، يبي تزوجها بعد مصمم. يا حبيبي يا أخوي، تدري شو اللي يقهر؟ إنه مكلم أبوي يبي خطبها. لا عاد، أنا وين حنا كل هالسوالف؟ شيء ضايق صراحة. تخلي عنك الزعل، تدرين إذا هجور وافقت على محمد والله لساني ما راح يطب على لسانها. إي والله. زين الحين إذا هجور تحب عمي ضاري، شلون بتوافق على الزواج من محمد؟ أعتقد والله أعلم إن عمي ضاري درى إن محمد يبي خطبها، عشان كذي اعتفس وسافر حتى قبل موعده. يا ربي أنا وين عن كل هالسوالف؟ مو أقول لك مو معانا، شوف عاد وين مخك. بدور يوزي عني لا تجننيني. عيل ممكن تقولي لي ليش ما وافقتي على جارنا أبو سعود؟ إذا أنت كنتي ما تحبين أحد؟ أنا لي أسبابي، بعدين مو لازم أحب أحد علشان أوافق على هالزواج. بيبي رفيجتي شافتش بالمطعم، ممكن أعرف من هذا اللي كنتي معاه؟ إيش تدريني بدور؟ شلون دريتي أصلاً؟ كلش مالي خلق شيء يوترني ويزعجني. بس لحظة، من اللي قال لها؟
شلون درت اصلا؟ اموت واعرف منو اللي شافني وقال لها. الله بالخير. الله بالنور يا علاء. عساك بخير، شو اخبارك؟ خير طيب الله يسلمك. شنو جديد بالنادي؟ لا وين جديد، انا مشترك من زمان. شفتك بالمسبح قبل هالمره عدل؟ لا والله ما اذكر، مع اني انا بدوام رسمي هني. بصمه؟ العب من البصمه وصدقك. عساك على القوه الله يحفظك. تامر على شيء؟ حبيت اسلم بس. الله يسلمك، تسلم. والله الله يسلمك. تمام. هلا تسوين؟ خير دشداشت ابوك. ايش دعوه عليك؟ ما في خيايط؟ هو وش تعود طول عمره؟ انا خيط له هدومه، والريال لما تعودينه على شيء ما يحب يتغير عليه. شلون يعني؟ الله يسلمك ابوك، من تزوجنا ما يرضى احد يسوي له ولا شيء، لازم انا. يعني مو عندنا خدامه؟ ما يرضى تسوي له شيء. انا اطبخ وانا اللي اسوي له كل شيء يبي بديني انا. والله يما ابوي قاعد يدلع عليك. يحق لي يدلع، مو ريلي حبيبي. وبعدين الريال مثل الظنى، يربى على ايدك وعلى ما تعودينه. الله يا يما، حبكم ايام قبل صجي مو حب هالايام. اكيد حبنا صجي احسن من زمنكم انتو. الحب عندنا احنا على ايامنا الوحده، والواحد طق التفق تطيح عين الواحد بوحده. اما بنات هالوقت فهرات عيونهم تقعد تخوزز بالواحد، تقولين هي الريال مو هو. والله يما قولي امين. امين. عسى الله يرزقني بزوج مثل طيبة قلب ابوي، ويعطيني طولة بال مثل طولة بالك، ويخليكم حق بعض يا رب، ولا يحرمكم من بعض. امين يا رب العالمين. بس انتي ركدي عشان هيك نصيبك. الظاهر ان محمد بدا يلتفت لي، اعتقد انه حس فيني وحس اني مهتمة فيه. شكله هون عن خطبة بنت خالته. يا رب يا رب يكون من نصيبي. ظرف الزمان هو اسم يدل على زمن نسأل عنه. متى يعني نقدر نستخدم شنو؟ متى. طيب ظرف المكان هو اسم يدل على المكان نسأل عنه. أين نستخدم شنو وشنو عندنا؟ متى وأين نقدر نستخدمهم بجمل، نحطهم عشان نقدر نكون الظرف. الزمان والمكان، الزمان شيء والمكان شيء آخر. واضح؟ عندنا شغلتين، عندنا الزمان النقطة الأولى، المكان النقطة الثانية. فاضية؟ لا ليه الحين ما خلصت؟ انتي خلصتي؟ باقي لي حصة واحدة. Thank you.
السلام يما. عليكم السلام. هلا. هو شنو؟ ايش لابسه انت؟ ايش لابسه؟ بعرف شنو لابسه. اكو احد يلبس مطريه هاللبس هذا بعز الحر؟ يما اي مطريه الله يهداك، ايش فيك؟ هذا ستايل. ايش هالستايل المعفن هذا؟ اكو احد يلبس كذي؟ بقى برا موت حر. يما الحين ما عرفنا لكم، مو انتم تقولون اكل على ما يعجبك والبس على ما يعجب الناس؟ هذا الناس الحين قاعد تلبسه ستايل. بس مو كذي عاد، تبين تنشوي انت مثل الديايه برا بعز الحر؟ روحي روحي واللي يسلم عمرك، روحي بدلي روحي بدلي. انتوا الواحد لازم يعلمكم شنو تاكلون، شنو تلبسون، شلون تتصرفون، شلون بتعيشون انتوا؟ زين ما حد اعصابك، عمري انت حياتي، تعالي خل ابوسك، تعالي. يعني لازم كل الصبح تجي تزفيني ولا ما يصير يعني، صح؟ ما يصير صبح. اي طبعا لا. الحين انا بدل عادي، وايد عادي الموضوع، احبك. وانا اموت فيك، الله يحفظك امي انتي. هيك لازم الواحد يزفون. الو هلا بدور. انتي خبلة، عندك امتحان. لا كلش مالي خلق اليوم. هم وانت قلتي لي ان الخميس عندك امتحان، ايش فيك؟ ما راح اقدر اي. اوه كيفك؟ لا تقولي لي شيء ما ابي اعرف عنك ولا شيء، خليك كذي بروحك. انتي اصلا تموتين على دراما. يلا باي باي. مو صاحية هذه؟ يا معودة من الحب ما قتل. ما أدري إيش فيها، ما قامت تفكر أصلاً، مخها صاير الزغرة. هالجورة تحب غريبة. هي مو مالتها السوالف، بس من حبت حبت غلط. ما أدري إيش قاعد تسوي بروحها. بعدين أنا شكو قاعد أقول لك كذي، إيش فيني؟ خليها، اللي ما يطيع يضيع. المهم درستي حق الامتحان؟ إي. أنا ما درست عدل، قومي خل نروح نراجع. يلا. ما أتوقع بدور ما تحبني. هي يمكن بس خايفة اللي صار بين بيبي وطلال والصلاح اللي سواه أخوي شيء يفشل ويسود الوجه. وأكيد أهل بدور ما راح يسامحونا على اللي سواه، بس ليش أنا وهي نتحمل غلط إحنا ما لنا علاقة فيه؟
شو أسوي عشان أصلح هالغلطة؟ أنا أحب بدور وما أبي أخسرها، ما أبي أخسرها وأنا مالي شغل بشيء. أصلح الدفاتر عشان بالويكند أخذ راحتي، ما بعور رأسي. أنا بقى بنتي وجوزها مسافرين وهيجيبوا لي العيال يقعدوا عندي. قالتي أوسكار بالتربية، بس خلي العيال عندي شين يكبرون. أنا أوسكار في الغلب، وأنتي رايحة فين؟ على الويكند يمكن أطلع مع بيبي تغير جو شوي. إلا على سيرة بيبي، هي ما جوزتش لحد دلوقتي؟ لا للحين، مع إنها أخلاق ومحترمة. طب هي مش عايزة تتجوز؟ ما أدري، بس اديها ريال ولد حموله وزين ويشيلها ويشيل بيتها، ليش لا؟ يا بخت من وفق راسين بالحلال. يلا عندك الموضوع عاد الحين. بس انت واضح انك بتحبيها قوي. اي والله وايد احبها من غير سبب. عارفه لما كنتش بتحبيها ما كنتش جبتها تشتغل معنا هنا. عفوا دقيقة. الو، هلا عمري. هلا. ايه هذا رفيستك المليقة. شوفي ايه يا حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله. لا تحاتي. متى اليوم؟ الحين احب اروح. شايفه ايش لابسه انت؟ خلاص خلاص زين قطاع. ايش الازرق اللي لابسته؟ ايش تسوي؟ يفشل بقاله ما اروح فيه. ايه حبيبي عرفتهم عرفتهم، الليتات الصفر. ايه لان ابيض انا ما اعرف، بس دس لي القياسات واتساب. اوكي بصور لي البوكس. البلاك حق الاباجوره. اي خلاص تمام تمام ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. باي باي. مرحبا. اهلا بيبي. وين هي؟ استأذنت وطلعت توها. اي مشكوره. طيب مو تنسينا قششيني، مو درس ولا شيء حق الامتحانان. فرصتكم وخلصت، ايش عندكم واقفين هني؟ ابله فايزه هي اللي قالت اوقفوا عشان تبين نساعدها حق الدرج النموذجي مال يوم الاحد صح؟ وقفتكم الساعة 1، يلا على صفوفكم. ايش دعوه ما نساعد؟ يلا. ما أدري شنو الطريقة اللي تنفع في التعامل معك يا شيخ. جربت كل أسلوب في التربية. إيه الظاهر ما تبي تجيبها البر. نظراتها تصرفاتها معي محسستني إن وراها شيء ما أدري شنو. المشكلة إن ضميري وواجبي كمدرسة يحكم علي إن أعطيها كل اهتمام واحتويها. أنا لازم أغير شخصيتها ولازم أعرف شنو قصتها معي.